ما زلنا مستمرين معكم في ساعة إلا، وبنركز الحين على التميز. وأكيد التميز في حياة أي شاب هو بالتأكيد عبارة عن مراحل من العمل والجد عشان يوصل المكان اللي يبي يوصل لها. واليوم معانا نموذج لشاب قدر يحقق نجاحات رياضية على المستوى الشخصي واستمر بنجاحه وتطور إلى مساهمة مجتمعية عامة. نرحب وياكم بالكابتن عبد العزيز المجيبل، سفير وبطل من أبطال الكويت في سبارتن ريس، وأيضا رئيس لجنة الأنشطة وعضو الاتحاد الكويتي للرياضة. للجميع حياك الله معنا ومنورنا اليوم في ساعة إلا. الله يحييك، وأنا سعيد جدا في المشاركة في هذا البرنامج. كابتن، ودنا يعني نتعمق أكثر ونفهم عن المجال الرياضي اللي قررت أنك تتخصص وتخوض في رياضة السبارتن مثلا، لكن بداية ودنا نعرف إيش كثر تكون المسؤولية عليك مضاعفة لما تحس أنك سفير لرياضة معينة أو لبلدك وقاعد تمثلها في عدة مجالات رياضية. كمحب للرياضة أو مجال رياضي، أنا حاب أن أسوي شيء حق اسمي أول شيء وحق ديرتي ثاني شيء. من خلال مشاركاتي يمكن الكثيرة في السباقات، يعني شاركت بعديد من السباقات حول العالم، فاختارت المنظمة أن أنا أكون ممثل الكويت كممثل عالمي أو سفير عالمي للرياضة هذه في العالم كله. فمن خلال مشاركاتنا حبينا ننشر هذه الرياضة في المجتمع الكويتي ونقول حق الشباب أن تعالوا شاركوا، الرياضة هذه سهلة ما هي صعبة، الكل ممكن يشارك فيها من صغير من كبير، تبلش المشاركات من عمر 4 سنين إلى عمر 60 سنة. فإحنا كذي غطينا كل شرائح المجتمع. من هذا الحب من الرياضة شنو علمتنا، انتقلنا إلى أن صرنا الحمد لله يمكن صرت عضو في لجنة الأنشطة في الاتحاد الكويتي رياضة الجميع. ومن بدايتنا يمكن أول يوم استلمنا في هذا المنصب اشتغلنا أن يكون في رياضات متعددة حق المجتمع الكويتي، وحابين أن ننشر ثقافة الرياضة أن تكون للجميع. اتحاد الرياضة للجميع، أبي أوقف عند هذه النقطة اللي تكلمت عنها، وتكلمنا أيضا شلون بدأ هذا الاتحاد، شنو أهدافه، عرفنا أكثر عليه. الاتحاد الرياضة للجميع هو اتحاد نوعي تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة. هدف الاتحاد الرياضة للجميع أن نفس ما قلت لك نشر الوعي الرياضي، نشر الثقافة الرياضية. الهدف من إنشاء الرياضة الجميع أو الاتحاد الرياضة الجميع أن الكل بالكويت، كل فصائل المجتمع، كل فئات المجتمع ممكن يشاركون فيها الرياضة. اليوم أو الاتحاد الرياضة الجميع من خلال أنشطته المختلفة ممكن يشوف أو أن الأشخاص داخل الكويت ممكن يشوفون عندهم، والله عندي أنا مثلا أنا حاب كرة القدم أروح كرة القدم، أبي أنا حاب رياضة سبارتن ممكن اروح اتوجه حق رياضه السبارتن، رياضه المحركات، رياضات مختلفه ممكن احنا نشارك فيها مستقبلا ان شاء الله. الخطه قاعدين نعد خطه كامله اساس ان ننشر اكثر الرياضات في المجتمع وان الكل ممكن نشارك فيها. هذه الخطط كابتن شلون راح يعني توعون الناس اكثر عنها؟ شلون راح توصلون لاكبر شريحه من الرياضيين اللي ودكم يشاركون معاكم؟ حلو السؤال. الحين شلون تصير من خلال يمكن رياضات للحين قاعده تنتشر بين المجتمع الرياضي؟ اليوم احنا قاعد نشوف عديد من الشباب من صغار وكبار يشاركون في رياضه المشي او رياضه الركض. انتشرت يمكن قريب خلال السنين اللي طافت رياضه او لعبه البادل. هذه الرياضات المستقصدة ممكن احنا نستقصد فيها المجتمع الرياضي او الاشخاص اللي يبون يمارسون هذه الرياضة باقل تكلفة من خلال رعاية الاتحاد لمثل هذه الانشطة. فكذي ممكن احنا نوسع مشاركة المجتمع الكويتي في هذه الانشطة. هذا بالنسبة لطرق التوعية وشلون ممكن توصلون للي حابين يشاركون وياكم، لكن شو اللي تم تطبيقه من الأهداف اللي كلمنا عنهم أو غيرها من الأهداف اللي تكون تحت الاتحاد؟ احنا قاعد نمشي يمكن خطين متوازين من خلال الأنشطة الرياضية ومن خلال أنشطة التوعية الصحية. طبعا هذا يعتمد على هذا، لان النشاط الرياضي يعتمد على التوعيه الصحيه وايش كثر انت تكون ملم في التوعيه. كانسان رياضي لازم الانسان يحافظ على رياضته ويحافظ على ترضيته بنفس الوقت وبنفس المجال الرياضي. سوينا يمكن انشطه رياضيه متعدده، نفذنا من خلالها يمكن نشاطين في الفتره
الفترة السابقة. سوينا نشاط كرة القدم محافظات، شارك من خلالها 64 فريق، 400 لاعب، وسوينا بعد هم شهر فبراير اللي طاف سوينا نشاط سبارتن. نشاط سبارتن صار عندنا ما شاء الله نسبة المشاركة من كل الفئات العمرية كبيرة، صار تقريبا فوق 3500 مشارك. 3000 مشارك، وعندنا تقريبا 1000 حاضرين بس قاعد يشوفون السباقات هذه. ما شاء الله، يعني المشاركة نسبتها عالية. نسبتها عالية، ومن خلال هذه المشاركة اكتشفنا أن نطاق سبارتن أو اللي يحبون أن يشوفون سبارتن أو يمارسونها نطاق يمكن يشمل جميع الفئات السنية من 64 نفس ما ذكرت إلى 60 سنة، وفعليا شاركوا من 4 سنين لفوق 60 سنة، خذوا جوائز ومثلوا ديارهم ومثلوا الديرة هي الكويت. عندنا يمكن مختلف الجنسيات شاركوا ويانا، يعني فوق يمكن 20 جنسيه شاركت. كابتن عبد العزيز، بالنسبه لرياضه السبارتن، شو اللي يخليها يعني تنتشر بمده زمنيه بقول لا باس فيها، لكن تعتبر قصيره ايضا مقارنه بالانتشار الواسع اللي قاعد تحققه بين كل الفئات العمريه مثل ما قلت لنا؟ شنو الاسباب اللي تخلي الناس تقبل على هذه الرياضه بشكل مكثف؟ الرياضه هذه سهله، هي رياضة تعتمد على الجري بالمقام الأول. ثاني شغلة فيها تحديات، اللاعب من خلال يمكن كورس الركض اللي هو مختلف من 5 إلى 10 كيلو إلى 20 كيلو إلى حتى في 55 كيلو تقريبا، يمر بمراحل يمكن فيها يتخطى فيها حواجز معينة، ممكن هو يتحدى نفسه ويتحدى غيره في الموضوع هذا. فاللعبة شيقة وحلوة وكلها تحديات، بس وايد صعبة. ما هي صعبة طبعا، الرياضة هذه نفس أي رياضة، لازم اللاعب يكون عاد نفسه مسبقا انه يتخطى هذه الحواجز. الحواجز هذه نفس ما قلت لك هي تحدي النفس، شلون انا اقدر اني اتخطى الحاجز، وهذه الحواجز ترى طافها الصغير وطافها الكبير. فيعني انت لو بتقارنين الكل طاف الحواجز، فالرياضة سهلة ممكن الكل يكون ممارسها. كابتن عبد العزيز، قبل ما نختم وياك ودي ارجع وياك الى نقطة التجهيز للمسابقات او التحديات اللي تكون خارج الكويت، شلون تجهز اذا كان الطقس مختلف، الجو غير، التحديات اصلا مختلفة، فشلون تكون التدريب او التمرين قبل المسابقة؟ احنا ما شاء الله الكويت متميزة يمكن بالجو الحار، فدام ان انت تركضين بالجو الحار راح تركضين باي جو هناك. عندنا اندية ممكن احنا نستخدم فيها الاوزان او نستخدم فيها العقله او التعلق او ايا كان من اوزان ممكن يمارس فيها، يمكن او انه يقابلها اللاعب او انه ممكن يستفيد منها خلال فتره تجهيزه. عندنا انديه مجهزه بالكامل، في عندنا مماشي منتشره يمكن تلقينها بكل مناطق الدوله. اليوم اللاعب نفس لاعب سبارتن ما يلقى صعوبه في التجهيز، لانه هو بس راح يركض، الاعتماد الاساسي على بهذه الرياضه على الركض. غير كذي الاوزان انت شايفه، يمكن الكل الحين ما شاء الله منتشر موضوع شيل الحديد، رياضة المقاومة، رياضة المقاومة وايد مهمة حق رياضيين نفس رياضيين سبارتن، لأنه هو بالنهاية راح يمر بتجارب أو إن عقبات تعتمد على شيلة الأوزان هذه. يعطيكم العافية صراحة وكل التوفيق لكم جميعا. وصلنا وياك لنهاية حديثنا لليوم، لكن نصيحة أخيرة تقدمها للشباب. نصيحة أخيرة، أنا ودي كل المجتمع اليوم ما أبي أخص الشباب بذاتهم، أنا ودي الصغير قبل الكبير يمارس الرياضة، يهتم بصحته، ينام مبكر. اليوم الرياضة تطيل العمر، حتى الإنسان يتغير حتى نفسيته في الرياضة، في ممارسة الرياضة. فنتمنى اليوم الكل يمارس الرياضة، اليوم عندكم حتى مجمعات ممكن مكيفة تساعدكم في ممارسة الرياضة. خلي الناس تهتم بالرياضة، تهتم بالأكل، تهتم بالصحة العامة، وإن شاء الله ما نشوف يمكن حتى نسبة أمراض إن شاء الله الله يبعدنا عنها إن شاء الله. إن شاء الله وكل التوفيق لكم. شاكرين تواجدك معنا كابتن عبد العزيز، وصراحة أعطيتنا وايد معلومات مهمة ونصائح مهمة أيضا. كان معنا الكابتن عبد العزيز المجيبل. فاصل صغير وراجع لكم.